دريم لاند. ايه تاون سيتي، تاون سيتي، ايه تاون سيتي. خيبة خيبة ليش تخصني؟ الله يوفق دنيا واخرة زين؟ الله يرزق بنت الحلال. الصالحين زين. ستريم صح؟ زين الحين بنبدا نحن هالمباراه شفناها نحن قبل بس الحين مره ثانيه نشوفها في لوزر سيمي فاينل زين و دوكي كونغ ذا وايز فيرسز ريو. ايه يا اخي وز هذا بس كرانكي كونغ كرانكي ليش كرانكي هذاك شيبه ما ادري كيف. اوكي ابو لحيه اتذكر يوم كان في رومرز انه بيدخل سماش. ايه كان في رومرز انه هو ديكسي كونغ وهاي هذا كان اظنيك اي يعني اظني كان جيمز اوورد ولا باكس نسيت شو كان وبعد حطوا ليك سايد سماش صفقة حطوا ليك بعد شي الكفر مال دوكي كونغ كونتري اظني كان دوكي كونغ كونتري والله هذاك اللعبة ديكي الوي اخر الوي تريبل فريز تريبل فريز تريبل فريز اللي حطوا عليه كرانكي وما اعرف شنو عشان شي قالوا انا بيدخلون سماش. ايه هو انا سمعت انه كانوا يبون يزيدون روستر مال دي كي يعني كاركترز بس ما حطوه ولا حد ما حد قال اوكي ما راح يصير صح خسران اي الصيف اي زين خسران اي ترى فرق شاسع بس ما انا شو ها شفناه في المباراه اللي طافت بعد اي نفس الشيء بعد شيء لا 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 هو شيء كان خسران عقب جلب الجيم يعني على فيز ربل يعني الحين بيسوي له توستوك بعدين الجيم الثاني يرد عليه توستوك او عادي فيز ربل الحين ينتحر بالغلط ولا شيء شيء لا اسف اسف اوخ لا تشوفني يعني الضربة الوحيدة عنده رينج أكثر من ديكي يعني توه أظني مو متأكد المهم الحين شوف ريو لو كيف إنه عنده ريج الحينه ودونكي كونغ عنده أبروتش أدغار ما عنده أدغار لو سوى بيمين أكيد عنده أدغار أوه كيف سوى لبونش هسوى أنا قلت رينج ولا ريج والله كله واحد قلت ريج مع ريو هي هو ريج ترى ريو عنده ريج ودونكي كونغ عنده رينج زين اوه مات شوتينج ستار اوكي ذا فيرست جيم جوز تو فيز ريبل مو بولركش كان يلعب لوكس لا مو هو عمران اللي كان يلعب لوكس لخبط عمران ترى كان مفروض هي الحين يلعب سونيك لعب سونيك وايد حلو والله هل تعرف انا كيف خسرت بيمين يوم كنت مخش ورا حشيش حاولت اسوي سبوت دوج حاولت اسوي سبوت دوج وانا عشان يطيح بدل ما اسوي شيلد ما اعرف ايش بس ما يبين هو يا صوبك لا هو يا انا من مخش ورا حشيش شي سويت التايمينج غلط فهو ضربني عقب ما خلص سبوت دوج زين الحين خلينا نرد السين ماتش بلس بلاير كام عندنا 40 دقيقة ان عبلات ضد سلاير صح؟ ايه سلاير ما شاء الله عليه يعني وصل لوزر سيمي فاينل وسيمي فاينل وينرز واول مرة يجي بطولة يعني لحظة هذا انا بعدني سيمي فاينل صح؟ انت هي الحين بتلعب سيمي فاينل ترى كان المفروض تلعبون جيمكم قبل يعني بس انه عادي يعني مشيناها كان بينضرب خلاص يروح فيها راح الكومنتس وقفوا تقريبا يعني زين اوه نايس شور يوكن شوريكم الاصليه بعد زين الحين نشوف ان اي اس اي يلعب مور سيفتي سيفتي يعني اوه انا لازم ارمس والله اقول لك شو ما تعرف تسوي ابي تيكي بريزي والله تيكي بريزي فنان زين جلب الجيم والله انا اسف صراحه اوه شو استوى والله ها
حد الشيلد على اخر ثانية. زين حاليا عندنا الحين كيليكس فيرسز سلاير. اي اس اي فاز خسر من فيز رابل 2-0 حاليا.